عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني قال إن جلسة اليوم شهدت مناقشة قوانين انتخابات الرئاسة القادمة. ولفت عبد القوي إلى أن النقاشات شهدت التطرق إلى كافة إجراءات تنفيذ هذا الاستحقاق. النهارده كنا بنناقش موضوع غاية في الأهمية، هو احنا داخلين على استحقاق دستوري طبقا للمواد من 140 و 141 و 142 من الدستور، واللي هو انتخابات الرئاسية القادمة. طبعا احنا ناقشنا بشكل مستفيض القانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الهيئة المعنية بالإشراف على الاستفتاءات والانتخابات سواء المحلية أو النيابية أو الرئاسية. ناقشنا أن احنا عايزين احنا لا نعدل في هذا القانون للهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن نفعل كل ما جاء فيه من مواد سواء الاختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات اللي هي 26 اختصاص، ما بين فتح باب الترشح، الدعاية الانتخابية، الإنفاق على العملية الانتخابية، تسهيل الأمور للمواطنين، المقررات الانتخابية، تسهيل الأمور للمصريين المقيمين في الخارج لذوي الإعاقة، أيضا ضمانات العملية خاصة بنزاهة العملية الانتخابية. كل ديت احنا كنا بنناقش في هذه المسألة بشكل مفصل، وبنأكد على أن العملية الانتخابية في مصر تحت إشراف قضائي، وكنا بنناشد أيضا أن احنا كل المواطنين المصريين ان احنا بنطمنهم العمليه الانتخابيه نزيهه، حق المرشحين ايا كان عدد المرشحين.